أبو عبد الله، اليوم يحسب لإدارة الهلال هذا الهدوء منذ انطلاقة الموسم الرياضي، وتعرف العمل الإداري لا يقل أهمية عن العمل الفني. سحب كل الضغط الجماهيري وتصدت إدارة الهلال لكل الأحاديث في الفترة الماضية عن ما يواجه الهلال في ظهور فني ما كان في أفضل حالات، نقول في الثلاث مباريات الدوري. هذا اليوم ترك يعني ثقة وإيجابية وأمر محفز كبير اليوم لنجوم الهلال في التركيز على هذه المواجهة. طبعا الهلال لم يصل كفريق فقط للنهائي، وصل كمنظومة عمل كاملة متكاملة وعلى رأسها الإدارة. فعلا تختلف الأجواء الآن بشكل كبير عن السابق. الضغط النفسي، الشد العصبي اللي كان موجود، التوتر اللي كان في المدرجات والإعلام وحتى عناصر الفريق، وتشعر أنه هناك ضغط جماهيري ويعني على اللاعبين، على كل مكونات نادي الهلال. الآن تجد جزء من الهدوء اللي تعطينا مؤشر أنه نفسيا ذهنيا الفريق يعني عالية لياقته كثير في الأمور الفنية واللياقي يعني نفسيا جاهز الفريق لدخول وخوض غمار هذه المنافسة. يعزز من هذا الأمر طبعا أنه أنت مريت بتجربة صعبة أمام السد ذهابا وعودة، وفي فقدت كثير في بداية المباراة في الذهاب، وفي العودة انكشف الفريق فنيا بشكل لم يتجاوز الهلال إلا في آخر اللحظات. في الدوري أعطاك مؤشر أنه في أخطاء يجب أن يتم إصلاحها داخل الفريق. كل هذه الأجواء تعطينا مؤشر على أنه الفريق حيركز بكرة، ما حيكون في تفاؤل كثير، حيكون في حذر. الحذر أنا متأكد أنه ما حيكون مبالغ فيه. أنت عندك طاقات فنية كبيرة وقادرة على الفوز، وعندك العناصر كيف تترجمها في المباراة، تقدم مباراة وأنت مرتاح، بتقدم كورة، بتلعب كورة، لكن أول ما تشعر أن المباراة ملكك أو أن الفريق اللي أمامك قوي ويحتاج إلى أكثر حتى من الأداء داخل الملعب، وتفقد تركيزك وثقتك في نفسك في لحظات ممكن تفقد كل شيء في الذهاب. أعتقد أن المهمة هذه هي مهمة الخروج بأفضل النتائج الممكنة بحسب ظروف المباراة. الفريق اللي أمامك فريق جدا صعب، من الفرق اللي فعلا إحنا نتفوق عليهم طبعا بإمكانيات فنية، نتفوق عليهم بالتحفيز الجماهيري حاليا، لكن يتفوقون بكرة منظمة بشكل كبير جدا. الأمور النفسية عندهم متراكمة من بداية الموسم، التهيئة. أعتقد أنه الهلال حاليا كمنظومة إدارية قدمت لنا فريق جاهز لخوض المباراة غدا. الأمور الفنية وأخطاء اللاعبين والتركيز وتكتيك المدرب نشاهدها، وتطبيقها يعتمد كثير على الأمور النفسية اللي بإذن الله بكرة نشاهد الهلال في الموعد بإذن الواحد الأحد. مكملين مع الهلال بعد هذا الفاصل.